يو صباح الخير عليكم خوتي خواتاتي، جيسبر تكونوا كاملين لاباس كاملين، تكونوا بون سونتي. كاش كاع كيف نفوت اليوم ومنديش فيديو على جماهير الرجاء والوداد، يعني كاع طلبتوا مني الرسائل تاعكم كاع زينو. الرجاء والوداد داروا تيفوهات عالميه زينو، شوف الكراكاش تاع الرجاء زينو، شوف الوداد، شوف تيفو تاع الوداد، يعني كما طلبتوا عليه دوك راح نلبي لكم طلبكم وراح نشوف فيديو فيه جماهير الرجاء، ممكن يكون جماهير الوداد في فيديو اخر. دونك نبداو جماهير الرجاء لانه البارح هما اللي تاهلوا هما اللي فازوا. دونك يلا شوفوا الفيديو، ما تنساوش لايك وبارطاجوا ماكسيمو، بروحوا الانستغرام تاعي اوسي اشتركوا. يلا شوفوا هذا الفيديو مع بعض. شوف جماهير الرجاء، هذه البداية والانطلاقة فقط. اعزائي المشاهدين، راني نايض من النعاس، راني نايض من الرقاد. شوفوا معي هذه الصور الجميلة، هذه الصور الرائعة للألوان البيضاء والخضراء والحمراء اوسي حاضرة في هذا الملعب، يعني بسبب ما شوف. all your beliefs appears to be false except your fear، يعني كل معتقداتك تظهر لتكون خاطئة إلا خوفك، يعني خوفك يكون حقيقي. يعني واو، صور جميلة جدا، صور للتاريخ، صور ملحمية وصور تدل على أهمية هذا الدربي، وصور يعني راح تبقى خالدة في تاريخ الرجاوية. والحاجة اللي تعجبني سيك، شوفوا هنا لتحت في الأسفل، يعني موجود لي زونديكابي، يعني المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة، محطوطين في مكان خاص في الملعب، وهذا شيء جد إيجابي وشيء جد رائع بالنسبة لكرة القدم في المغرب، ونتمنوا أنه باقي الدول تعتبر من هذه الأفعال ومن هذه الحركات. ميدامز ميسيو، سيداتي سادتي، الآن التشكيلات، تشوف الكابو أو يعني مسير التيفو كيف يسير المشجعين. أنا سزنيتي. يلا نريد رؤية التيفو، أين هو التيفو؟ يعني صراحة الإبداع جماهيري، إبداع جماهيري. شوف شوف صعود التيفو، واو. هذه فقط يعني تيفوهات بسيطة، مازال تشوفوا تيفو 3D. أنا اللي باغي نشوف تيفو 3D وقوة الجماهير، يعني بالكراكاج والله الله الله الله. صراحة حضور جماهيري كبير جدا، والبارح شفنا الدموع وشفنا الحزن وشفنا الفرح وشفنا يعني الهستيريا وشفنا ناس أغمية عليها، شفنا يعني كرة القدم تبدع وتعطينا طزجة، يعني طزجة تعطينا وجبة طزجة. وشوف التيفو ثلاثي الأبعاد، التيفو ثلاثي الأبعاد، هذا محسن متولي على عزم، أعتقد محسن متولي هو بطل المباراة يوم أمس، واحد لاعبين من الجيل القديم على حسب ما أعتقد، صعود اللاعبين وكانهم كانوا يشعرون بأن محسن متولي سيؤدي أجمل ما عليه. الله 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 الله، تيفو عالمي، تيفو تاريخي. نتمنى من هذه الصور أن تستمر في الملاعب المغربية، ونتمنى أن تنتقل إلى باقي الملاعب. نريد رؤية مزيد من هذه الإبداعات ومزيد من هذا الجمال ومزيد من هذه الصور الرائعة في باقي الدربيات، في باقي المباريات، حتى ولو تكون مباراة بسيطة، لأن الجماهير كما تشاهدون حتى ولو لم تكن مباراة يعني كبيرة بإمكانها أن ترجعها كبيرة. شوف الصور الجميلة الرائعة صراحة. رجاء رجاء رجاء، محسن متولي حاضر في هذه الصورة، يعني ومجموعة من اللاعبين في كل جيل، يعني كابيتانوس كل الأجيال. واو واو واو، صراحة صور رائعة، بوريشة كبيرة، والله لحمك يتشوك، لحمك يتشوك كي تشوف هكا صراحة. صور جميلة جدا، وراح تبقى خالدة في فكرتي وفي فكرة كل واحد زار هذا الملعب في هذا اليوم، وحتى الذين لم يزوروا الملعب شاهدوه مباشرة وتفاعلوا معه. وأنا واحد من الناس انفعلت مع المباراة يوم أمس لأنها كانت هستيرية وكانت مجنونة وفيها ريمونتادا كبيرة، يعني عودة الرجاء بعد خسارة، بعد ما كان متأخر يعني بعدد كبير نوعا ما الأهداف، كي تقول 4 أهداف كرة القدم راه عدد كبير وماشي سهل أنك تعاود تسترجع يعني مكانتك في المباراة. الآن يطالب المسير من إنزال التيفو، صراحة احترام وأداء كبير وتنظيم رائع من طرف أولترا المسؤولة على تيفوات الرجاء والمسؤولة على تنظيم جماهير الرجاء. إنزال التيفو والتصفيق مني إليكم من الجزائر، تحياتي، مشكورين على تعبكم وعلى مجهوداتكم، مشكورين على إبداعكم، ومشكورين على تشريفكم لصورة كرة القدم عندنا احنا هنا في شمال إفريقيا. صراحة الألترا الخضراء ولا الألترا الحمراء ولا باقي ليزيوترا كاملين راهم يعطوا صور جميلة جدا جميلة جدا،
على كرة القدم في هذه المنطقة. شوف كيفية التحرك في الأسفل، كيفية التنقل، كيفية النقل، يعني كل شيء أماتور. يعني ما كاش يعني ما عندهمش إمكانيات ولا دعم مدعومين من طرف جهات ما ولا وزارة ما. شوف 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 هذا التيفو الخطير، هذا التيفو الواعر اللي فيه كراكاش. شوف الجمال، شوف 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 شوف. وعندي لكم سؤال، عندي لكم سؤال، العكري هذاك اللي دخلوه معكم، احنا نقولوا له العكري هذاك، يعني هل هو مسموح ام محرم دخوله الى الملعب يعني قانونيا؟ يعني هل هو مسموح ام انكم عندكم طرقهم الخاصه من اجل ادخالها كما يحدث في الجزائر؟ يعني جاوبوني في الاسفل، لانه يعتبر من الالعاب الناريه يعني على حسب ما اعتقد. شوف الصعود هذا يصعد الان، يعني معنى تعاد التيفو ماذا بكم اشرحوه لي في الاسفل يعني في التعليقات، راح نكون ممتن لكم. شوف 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 يعني العصا السحريه تاعو او الاصبع السحري تاعو، يعني هذا الشخص راني شايفه وشوف بدايه العكري وبدايه الالوان الخضراء. شوف 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 صور لا تراها الا في الارجنتين او الله الله. شوف 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 يعني يلفتون الانظار بكل بساطه، العالم كله انبهر بصور هذه اللي شاهدوها. شوف الالوان الخضراء كلها يعني كلها تجوب وتزول في الملعب. شوف 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 صراحه جماليه كبيره، والله جماليه وروعه كبيره، وانا متاكد انه كل الناس المهتمين بالاطراف في العالم راهم شنين، راح يندهشوا بهذا الشيء اللي حدث في المباراه. رجاء شوف شوف كيف اللاعبين ما يديروش ريمونتادا مع مجموعه من هذ المشجعين العالميين؟ كيف اللاعبين ما يديروش ريمونتادا؟ يعني كيكون عندك جماهير مثل هذه يعني كيفاش ما ديرش ريمونتادا؟ وكيفاش ما تحسش بالقوه؟ وكيفاش ما تحسش بالدعم المعنوي؟ فهموني بربي سبحانه، فهموني بربي، يعني كيفاش كي تشوف جماهير مثل هذه وعكري كيما هذا، كل لي تريبين راهي خضراء، يعني خضراء خضراء، يعني خلاص حتى الشاشه تاع العملاقه تاع الملعب ماهيش تبان. كيفاش دير ما تحبش الرجاء؟ كيفاش دير ما تتبعش الرجاء؟ وكيفاش دير ما تعطيش دمك ولحمك للرجاء؟ يعني صراحه الالترا راهي عقليه وراه مود دو في، مود دو في باردون، راهي يعني اكثر مما تتصورون. يعني صراحه شوف شوف والله من اجمل الصور اللي شاهدتها انا صراحه في تاريخ متابعتي لكره القدم. يعني انا شافينا لي شفنا اول مره تيفو 3 دي كان في دورتموند، وكانت يعني نوعا ما كل الميديا تكلم عليه، ولكن هذا التيفو راح تكلم عليه كل وسائل الاعلام انا متاكد، لانه شوف التنظيم وشوف التسيير وشوف الروعه والاداء والاناقه، اناقه يعني في التسيير، اناقه والله اناقه صراحه. حتى هذه الجماهير يعني كي كانت خاسرة بأربعة أهداف تشوفها مازال طمع ومازال تغني وتشجع في الفريق تاعها، والله واو 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 صراحة. يعني صور جميلة جدا راح تبقى خالدة في التاريخ كما قلت لكم، راح تبقى هذه المباراة خالدة في أذهان الصغير والكبير، في أذهان يعني الرجال. وشفنا البارح أطفال صغار يبكون، شفنا نساء كبار يبكون، شفنا آباء يبكون، شفنا يعني كل كاتيجوري تاع المجتمعات. وهذه كرة القدم اللي تلمنا، وهذه كرة القدم اللي تلم شملنا، وهذه كرة القدم اللي تجمعنا، وهذه كرة القدم اللي نحبوا نشوفوها. ما نحبوش نشوفوا العنف، ما نحبوش نشوفوا الفساد، ما نحبوش نشوفوا الظلم، وإنما نحبوا نشوفوا الحق، والحق يعني لا شيء غير الحق. ونبغوا نشوفوا جماهير جميلة، ونبغوا نشوفوا صور جماهيرية جميلة مثل هذه. واو خليني نستمتع خوتي اخواتي، خلوني نستمتع، خلوني نستمتع بهذه الصور. علي رجاء، علي علي الرجاء، علي بيج اب رجاء، بيج اب الرجاء. والله يقشعر لحمك لما تشوف يعني حرق الملعب كيف في هذه الطريقة، يعني واو 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 حرق الملعب بنجاح، تم حرق الملعب بنجاح. يعني نوقف الفيديو هنا، ورابط الفيديو لقناة كرة لايف المشكورة، شكرا لكم على المجهودات للتصوير ولنقل الصورة من الحدث، شكرا لكم وألف شكر. رابط قناة كرة لايف الجميلة موجود في الديسكريبشن بوكس، صراحة تيفو عالمي، ومشكور يا قناة كرة لايف على المجهود، مجهود التنقل ومجهود يعني التصوير، شكرا 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 وألف شكر وتحياتي لك. يعني رابط قناته ولا قناته موجود في الديسكريبشن بوكس، يعني روحوا ادعموه وروحوا يعني شوفوا الفيديو كامل. المهم
المهم اشكركم على حسن المتابعه والاصغاء. مبروك للرجاء وهارد لك للوداد. وراح نديروا فيديو اخر على جماهير الوداد حتى هي كان عندها تفوات في المباراه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم الجزائر زي ما ورتي بيس يعني معروفه.